الحمد لله، سالين الخدمة عند الحاجة. اليوم جينا ركبنا ليها، المهم ركبنا ليها اللي فيه. حنا دابا كنديرو ليه السيليكون كيف ما كتشوفوا، خدمة ديال السيليكون باش يلصق مزيان، حيت الرخيمي ما خلاش لينا بلاصة فيه غادي يشد الفيكساسيون ديال ليفي، ما خلاش لينا بلاصة، يعني ما عندناش كيفاش نديرو. غادي نحطو السيليكون وغادي نحطو في قمانوش رخامة، نديرو السيليكون نديرو في ليفي نحطو في قمانوش رخامة. المهم فرجة ممتعة، دابا تقريبا مبقاش نعلق. شوف كيفاش الفينيسيون تبارك الله، الالومنيوم وداك الشيء لا ماتير زعما شي حاجه اللي واعره بزاف صراحه، يعني برافو المعلميه ناضين. داك الشيء الجلسه اللي دارت هنا طلعت واعره، اليوم كان الجو شتوي كان صب الشا صراحه، اجواء رائعه جدا، تمتعوا مع منظر الطبيعه. واخا ما صورش بزاف راكو عارفين، يعني كيكون معاك الباترون ديالك كيكون مول الشيك، بعض المرات مكتلقاش كيفاش دير تتصور تاخد راسك التصوير. المهم فرجة ممتعة، ما تنساوش الاشتراك واللايك وبارطاجيو معكم الفيديو، والسلام عليكم. كنظن ربما كنت انتبهتو واحد لانستالاسيون كنت درتها بالبي في سي، كنت جبت جوج ديال القواس ديال 40 وشاركتهم في واحد الكيلوط ودرت ليهم واحد البلان في شكل ربما يكون تال الانتباه ديالكم في الفيديو اللي كان من قبل. المهم هانتوما البلان اللي كدارت السيدة، علاش دارت هاديك الخدمة عند السيدة، علاش دارتو، يعني هنايا هي دارت القادوس باش يخوي في هاد البلاصة في هاد الدراكة، وغادي تجمع داك الماء، وداك الماء اش عاد دير بيه، تسقي بيه، اللي مكانش مسخ تسقي بيه، لو كان مسخ غتغسل بيه الطواليت.